أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنوية الخير. النهاردة هنكلمكم عن الركن الرابع من الإسلام وهو الصيام. بس قبل ما نكلمكم عن الصيام، عايز أقول لكم إن الصيام ده عبادة قلبية. يعني هو في صيام جوارح بس فيها قلب. تقوى الله أساسها تقوى الله. وعايزه اقول لكم بس حكايه بسيطه عن تقوى الله عز وجل. هي بعيده شويه عن الصيام بس هي حكايه مهمه قوي، وكمان احنا داخلين على عيد الام. هو بصراحه عيد الام هي كل يوم امنا عايشه فيه عيد. ربنا يبارك في اعمار امهاتنا جميعا، ويا رب يرحم كل اللي مات فيهم. كان في ست طيبه ويعني بسيطه على قدها قوي. جوزها توفى وهي صغيره في السن، وربت ولادها وكبرتهم وجوزتهم. بس بعد ما جوزتهم بفترة جالها سكر وضغط وقلب وزهايمر بسيط. فكل واحد من ولادها قال انا هاخدها عندي فترة، وبالفعل خدوها. الولد الكبير خدها، زوجته ما استحملتش، قالت له انا مش هقدر اشيلها. والتاني والتالت نفس الكلام. فكان عندها بنت بس ظروفها شوية بسيطة، ما تقدرش تتحمل مصاريف والدتها، بس قالت انا هاخدها ورزقي على الله ورزقي ورزقها على الله. سبحان الله العظيم، يعني بيتها بقى مليان بركه، وجوزها كان بيشتغل شغل بسيط ربنا جعله من الاغنياء في فتره قصيره قوي ببركه دعاء والدتها النيه. سبحان الله العظيم. بعد فتره بنتها ابتدت تتضرر من اللي هي تخدم والدتها، فاديتها لحد وكانت بتديها بس فلوس الخدمه بتاعتها. شهر وشهرين الست اللي اديتها لها لقيتها بتخبط البنت عليها ومنهارة. ايه اللي حصل؟ انا لما اديتك امي البركة اللي في البيت راحت، ولادي كلهم دخلوا المستشفى وجوزي افتقر. وبست على ايديها وقالت لها سامحيني. ولما امها رجعت البيت تاني بعد فترة قليلة، ربنا رجع البركة في بيتها تاني. تقوى القلوب. فالنهاردة هنكلمكم عن الصيام واللي أساسه تقوى القلب مع شيخنا الكبير أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. الصيام من أحلى العبادات في الدنيا، ربنا بيجازي عنها لمحد ما فيش حد يعرفه في الدنيا. بس الصيام الناس مش عارفه يعني ايه كلمه الصيام، يعني زي ما حضرتك معودنا اللي احنا دايما بنعرف يعني ايه كلمه. فالصوم يعني ايه اصوم؟ ودايما في القران يعني بنشوف صوم وصيام. فعايزين حضرتك تقول لنا ايه ويعني ايه صيام وصوم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني يحلو الحديث عن الصيام ونحن اقتربنا من شهر رمضان. احنا هو في شهر رجب وداخل علينا شعبان، ويا رب يجعل الأمة كلها في خير وسعادة وسلام، مصر وسائر بلاد الأمة الإسلامية والعربية، وكل العالم يكون في خير وسلام وصحة يا رب العالمين. الصوم أولا تعريفه في اللغة هو يفيد مطلق الإمساك. يعني مريم عليه السلام فيما حكاه القرآن قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إمساكا عن الكلام. يبقى الصوم في اللغة يفيد مطلق الإيه؟ الإمساك. وفي الشرع أو في الإصطلاح هو الامتناع عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب الصوم والصيام، بعض أهل العلم قالوا أن الصيام ده هو الامتناع عن الطعام والشراب من أول النهار لآخره، من الفجر لحد المغرب. قالوا أما الصوم فهو الإمساك عن المحرمات، عن الأشياء التي تفسد الصوم مثل الغيبة، النميمة، الكذب. لكن أحيانا كلمة الصيام تؤدي معنى الصوم، وأحيانا كلمة الصوم تشمل معنى الصيام. طيب يعني كما جاء في الحديث القدسي، يعني الله عز وجل يقول إيه؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، وفي رواية تانية إلا الصيام.
سبحان الله. كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به سبحانه وتعالى. يبقى في روايه جاءت صحيحه بالصوم وفي روايه صحيحه جاءت بالايه؟ بالصيام. وبرضو حضرتك اشرت اشاره في بدايه الحلقه جميله جدا لموضوع التقوى. وفعلا ده امر في غايه الاهميه. يعني دي بقى لنا السؤال الجاي. والله طب كويس. ربنا يكرمك. ايه الحكمه من الصيام؟ أيوة. يعني الناس بتمتنع عن الطعام والشراب ويقول لك انا كده صايم. نعم. لكن ايه الحكمه اللي ربنا يخلي فيه صيام وشهر أيوة. في السنه؟ جميل. نقول هل الله سبحانه وتعالى يريد منا ان نجوع ونعطش؟ دي الغايه؟ ده هل ده الهدف؟ هل دي الحكمه من الصيام؟ ابدا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم بين قوسين تتقون. يبقى هنا كتب عليكم يعني فرض عليكم، يعني الصيام فريضه. يعني ايه؟ يعني واجب. وتعريف الواجب في علم اصول الفقه وما امر به الشارع امرا جازما على سبيل الحتم والوجوب. فده فرض واجب، يعني ماليش اختيار. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ما ينفعش اقول اصوم او ما اصومش. ما ينفعش. فرض. فرض. طالما انت قادر وعندك صحه ومستطيع تصوم، الا اذا كان انسان مريض او على سفر او يعني معذور شرعا. تمام كده. يبقى هنا لعلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى ده معناه ان الصيام هو شريعه الامم السابقه مش احنا بس. طيب الامر الثالث لعلكم تتقون. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام من اجل غايه عاليه وراقيه، وهي ان نحمل بنهايه رمضان شهاده ربانيه عنوانها التقوى من الله. عايزين نقول للناس يعني ايه تقوى الله. يعني يعني دايما بنلاقي واحد بيقول لواحد في الشارع يا اخي اتقي ربنا. بس يعني هو بيقول الكلمه والتاني بيسمعها وبيمشي، هو مش فاهم يعني ايه اتقي ربنا. احسنتي. التقوى العلماء عرفوها، قالوا التقوى في اللغه هي الوقايه والصيانه والحمايه والرعايه، حصن. ده معنى التقوى في اللغه. في الاصطلاح قال هو كمال، هي كمال ما يتوقى به الانسان ما يضره يوم القيامة. يعني كل ما تجعل به وقاية وحامي وحافظ، كأنك تجعل حدا أو مانعا عن حدود الله، عن محارم الله عز وجل. انت حطيت خط، سور، مانع لا تتجاوزه، تلك حدود الله فلا. يبقى هنا هو ايه الصيام دون حصن منيع. المفروض الصيام ده حصن أتقي به الله سبحانه وتعالى فلا أصل إلى الحرام ولا المكروه. طيب يعني كده الصيام لو في حد عنده حاجة بيعملها حرام أو شهوة ممكن اللي هو يتغلب عليها بالصيام؟ أكيد أكيد. الصيام ده يعني حضرتك فاكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ده الصوم دون يعني يهذب الشهوات، يهذب الجوارح كلها، يهذب الجوارح، يجعل الإنسان ينضبط في شهوته فلا تنطلق شهوته إلى ما حرم الله. والشهوة هنا في أي شيء الإنسان يشتهيه، سواء الغيبة، سواء النميمة، سواء النظرة، سواء يعني الشهوة لا تتوقف عند حد أو شكل معين، لا. يبقى هنا الصيام يضبط جوارح الإنسان قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. بس ده إمتى؟ لما يصوم صيام بطن بس ولا صيام جوارح؟ جوارح طبعا، صيام جوارح. يبقى من هنا ومن دلوقتي بنأكد على الناس: اوعى تكون من الذين بيجوعوا ويعطشوا بس. يعني ليس لك نصيب ولا حظ الا جوع العطش. ما في ناس يعني بتصلي بس روتين. ايوه. يعني انا بصلي الله اكبر واسجد وبركة وبسلم، انا ما حسيتش بحاجه. ايوه. دايما انا اقول
احنا محتاجين جدا نعيش العبادة، نستطعم العباد، نذوق طعم العبادة. الإيمان ليه طعم ولا ملوش طعم؟ ليه طعم ليه طعم والله. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى احنا لا، ده انت لمست نقطة ما ينفعش نعدي عليها. اه والله فعلا، مسألة ان انا اصلي احس بطعم الصلاة، اعيشها. لما اصوم لازم اعرف. خلي بالك انت، ربنا سبحانه وتعالى لن ينتفع بجوعك وعطشك. صحيح. انت لن تنفع ربك بالجوع والعطش. صحيح. انما تنفع نفسك بتقوى الله. انت بتهذب الجوارح، بتأدب الجوارح، كأنك بتعلن للملأ الأعلى، للملائكة ولربك من قبلهم ومن بعدهم: أنا طول السنة يا ربي بهتم بغذاء جسدي، أنا لي أنا أهتم بغذاء الإيه؟ الروح. صحيح. ويسألونك عن الروح، أقول الروح من إيه؟ من أمر ربي. صحيح. يبقى أنا بهتم بغذاء، بعطل شوية غذاء الإيه؟ غذاء الجسد. لذلك يا أستاذة أميرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يواصل يومين وثلاثة صيام، يومين وثلاثة للنهار يصوم. فأراد الصحابة يعملوا زي، فنهاهم رحمة بالأمة ورفقا بالأمة. فقالوا له: إنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ يعني هم عايزين يقولوا يعني ما إحنا زيك يعني بنقلدك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، فإني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. سبحانه وتعالى. طيب الناس بقى، واحنا داخلين على شهر رمضان يعني فضل شعبان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان طول شهر شعبان تقريبا. أيوة. صائم. جميل. فالناس اللي عايزه تصوم، في ناس بتقول انا هصوم النص التاني من شعبان، في ناس بتقول انا هصوم شعبان كله. فعايزين نقول الحكمه من صيام شعبان، وليه الرسول كان بيحرص على هذا الشهر بالذات اللي هو يصوم فيه صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين نأكد ان الناس المفروض بتستعد لرمضان قبل رمضان. صحيح. احنا عندنا برضو من المشاكل اللي احنا بنجدها في رمضان، الناس بتيجي مقبلة قوي على صلاة التراويح في اول رمضان. وبعد يومين ثلاثة تلاقي المساجد بتبتدي ايه؟ تفضى. تفضى. صحيح. ليه؟ عشان احنا ما كانش في اي تدريب ولا استعداد لرمضان. يعني ينفع هنشبه تشبيه كده، يعني حد نازل يلعب مباراه، مع الفرق في التشبيه، ينفع ينزل من غير ما يسخن؟ لا طبعا. لو نزل من غير ما يسخن هيتعب ولا مش هيتعب؟ طبعا. مش هيكمل. شد عضلي مش عارف ايه وهيطلع، حتى لو ادى لن يكون اداؤه مثل اداء واحد ايه استعد وايه واتدرب. فكذلك ازاي انت تبقى سفر في الصيام قبل رمضان، وسفر في القيام قبل رمضان، وسفر في قراءه القران قبل، وتيجي في رمضان تبقى 100%؟ طب ازاي كل يوم قيام وكل يوم صيام؟ لازم هيحدث فطور. صحيح. يبقى بالتالي هنا في اهميه شديده جدا للاستعداد قبل رمضان، ولا سيما شعبان. شعبان الفرصه الاخيره، لان النبي كان مستعد طول السنه، انما كان يزداد في استعداده في شهر شعبان. ولذلك في الحديث: كاد ان يتم شعبان. وما كانش بيصوم شهر، اكثر شهر يصومه غير رمضان كان شعبان. شعبان. صحيح. من كل الشهور. ولما سئل صلى الله عليه وسلم، فبين الحكمه في صيام شهر شعبان، وقال: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه اعمال السنه، واحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. يبقى هنا شعبان الفرصة الأخيرة، ويا ريت الناس اللي شايفين دلوقتي استعدوا من دلوقتي. ما بقول لكمش بقى صوموا أكثر الشهر، لا. صحيح. لكن اثنين وخميس، ثلاث أيام القمريين، قيام الليل، نحاول نشد حنا في قيام الليل. صحيح. أنت عارف حضرتك يا أستاذ، لو احنا شدينا حنا في العبادة والطاعة قبل رمضان، عارف إيه اللي يحصل في رمضان؟ احنا هنستقل العبادة في رمضان، هنحس إن قليلة ونزود. طب والناس اللي دخلت رمضان ومش مستعدة؟ هيقول لك: لا اصل انا ما استعدتش. وفي ناس ممكن تاخد الكلام: لا انا ما استعدتش، فانا هخش في رمضان هصلي الصلاه المفروضه عليا، مش هصلي قيام ليل ولا اي حاجه، وهصلي التراويح اذا لحقتها. نعم. فممكن
هو سبحان الله في رمضان بيبقى فيه نفحات من المولى عز قوي وجل، قوي، يا خبر ابيض. فيمكن تصيبه هذه النفحة نعم وربنا يكرمه يعني ويفتح عليه. نعم احنا بنقول ايه الفرصه ان احنا اهو دلوقتي الحلقه بتاعتنا في رجب، ايوه ففي الله. الفرصه هي مع ايوه يعني لو واحد ناسي او بتاع دي اعتبرها رساله جات لك من عند ربنا سبحانه شعبان وتعالى. الشهر الجاي يعني ايه دي رساله لكل واحد شايفنا ولكل واحده شايفانا، اهو نبدا نستعد من دلوقتي وما نضيعش خير ونفحات رجب وشعبان. ده صحيح. رجب من الاشهر الحرم، صحيح. وشعبان ده زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان النبي كان بيصوم اكثر صلى شعبان الله عليه وسلم، وكاد صحيح. ان يتمه. صحيح. طيب يبقى احنا نضيع الايام دي؟ لا لا لا. لو واحد ما جاتلوش الرساله اقول ماشي، انما جات لك الرساله اشتغل من دلوقتي. طيب الناس اللي هو ما جاتلوش الرساله وبدا هيتعب، هو هيحاول وهيجتهد، قال تعالى والذين جاهدوا فينا ايه لنهدينهم سبلنا، لكن هيتعب لا شك وهيحدث سطور، اصل دي فطره، ده طبيعه. بس هياخد بدل الاجر اجرين. يعني إن هو جاهد نفسه وعمل اللي ربنا قال لكن عليه. هو ليس لن يذوق حلاوه الايمان مثل من استعد. صحيح. اصل هي المساله سبحان الله، يعني النبي زي ما قلنا كان بيستعد طول السنه، يعني كان جوادا كريما سخاء طول السنه، يجي في رمضان اكثر جودا واكثر عطاء، طول السنه بيقيم الليل انما يجي في رمضان اشد قياما، طول السنه بيصوم صلى الله عليه وسلم انما يجي في شعبان فيكسر من الصيام، انما اكون سفر ده مش صح. والحلقه بتاعتنا لعلها تكون رساله جميله وطيبه ورقراقه كده على القلوب، ان احنا نبدا نتحرك من دلوقتي ونحط كده جدول لنفسنا نصوم ايه اثنين وخميس، صوم ثلاث ايام، ونخلي هنتكلم على صيام النوافل دلوقتي. بس انا في حاجه عايز اسال حضرتك عليها، الصيام ارتبط معانا يعني بغض النظر عن صيام اثنين وخميس او النوافل، يعني نعم. الصيام ارتبط معانا بشهر رمضان، نعم. ليه سمي شهر رمضان؟ نعم. يعني احنا دايما بنقول رمضان وفرحانين رمضان بس مش عارفين يعني ايه كلمه رمضان. نعم هي رمضان من يعني جاي من الرمضاء من شده الحر، وقالوا برضو من المعاني الجميلة ان الصيام فيها لانه يحرق الذنوب، وفعلا حقيقي الصوم بيحرق الذنوب. طب معلش تاني بقى، رمضان جاي من ايه؟ من الرمضاء شدة الحر. ودول حضرتك يعني ده كان لغوي ولا نعم معناه في اللغة؟ نعم معناه في اللغة من الرمضاء وهو شدة الحر، ويقولوا يوم، وقالوا برضو يوم الرمضاء كانت المطر تنزل قبل الخريف على الأرض المحترقة فتهدأ، كأن رمضان بالصيام يعني يحرق الذنوب ويبرد القلوب الطيبة. سبحان الله. فده معنى جميل، فالصوم فعلا له أجر وثواب عظيم، بس لازم نأكد صيام الجوارح طبعا. صيام مش هنبطل، صحيح. ولن نمل ولن نكل، ونأكد على نفسنا نحن أحوج إلى هذا النصح. صحيح. يا اخوانا نصوم بعينينا بلساننا، وما اعرفش اكيد انت هتيجي للي مش عايزه. انا بس لا انا بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه، عايزين بس نقول للناس انواع الصوم وبعد كده هنقول لهم انواع بقى اللي هو ازاي يصوم بجوارحه وقلبه. انواع الصوم اللي هو الخاص والعام، مش الفريضه والنافله. لا انواع طيب. الصوم اللي هو العوام والخاص وخاص الخاص. طيب في صيام العوام. صيام العوام ده كلام ابن القيم حتى. صيام العوام صيام كل الناس، انا صايم وبصوم على الاكل والشرب ومستني لما المغرب يجي، ويمكن انا عايز انصح اخواتي وحبايبي اللي بيدخنوا، يعني انت صايم طول النهار واول ما تيجي تفطر على السجارة على معصيه، فلا يعني انت حاول يبقى شهر رمضان والصيام فرصه ذهبيه، صحيح. انك تبطل التدخين. طب انا ممكن اقول حاجه؟ طبعا. طيب هو المرء قليل بنفسه كثيرا باخوانه. نعم. يعني هو الصحبه هي اللي بتعمل فيه كده. ايوه. يعني هو اعتقد لو هو بعد عن اللي هو بيدخن معاهم او بيعمل اي معصيه معاهم وبعدين بيوحي في شهر رمضان لربنا لوحده، أيوة. كده الموضوع هيختلف. جميل، اكيد هيبقى عامل مساعد قوي، بس لازم هو يكون من نابع من نفسه ان هو عايز يبطل، عنده إرادة وعزيمة. مسألة الضعف والسلبية اللي أحيانا الشيطان بيوجدها وينميها ويكبرها، إن أنا مش قادر، أنا حاولت ومش ناف، ما فيش فايدة، ده أنا بقالي 30 سنة، ده بقالي 40 سنة، ما ينفعش الكلام ده. صحيح.
الكلام ده، لا لازم يكون في عندك طاقة إيجابية إن ربنا سبحانه وتعالى استودع فيك إرادة وعزيمة تستطيع إنك تخترق الجبال. أيوة تستطيع وتقدر، وتحاول مرة واثنين، وربنا إن شاء الله هيعينك ويساعدك ويقويك عشان تبطل. وياما ياما ناس كانت بقى 20 سنة و30 سنة و50 سنة وربنا من عليها وبطلت. أنا مرة يا أستاذ أمين كان شاب 15 16 17 سنة كان بيدخن، وكان يعني فاشل في الدراسة، وكان من أسرة يعني سيئة، والده كان تاجر مخدرات. الشاهد الولد ده كان ضايع، سبحان الله يعني ربنا ألقى في قلبي محبتي بقى وأنا في الجامعة لسه في تانية، فكان يجي يمشي ورايا في أي حتة، يطلع يقعد معايا في مكان سكني. فجي مرة قال لي إيه، على فكرة أنا بدخن. قلت له أنا عارف. قال لي والسجاير في جيبي دلوقتي. قلت له برضه عارف. قال لي طب أعمل إيه؟ أنا الولد ده رغم إن هو سنه صغير بس أنا بعتبره راجل، لأن لما خد القرار نفذ. صحيح. قال لي أعمل إيه؟ أنا اللي ربنا ألهمني بيه ساعتها قلت له في حاجتين تقيس بيهم حبك لربنا، هل أعظم من حبك للسجارة؟ خوفك من ربنا سبحانه وتعالى انك لو مت وانت بتدخن تبعث امام الله وانت بتدخن. صحيح. الولد طلع علب سجاير وطبقها ورماها وتحول بقى سبحان الله، وبقى حديث المدينه، وشه نور وبقى يصلي وصوم ونجح في الدراسه ما شاء الله، ربنا من عليه من عظيم جدا. فانا عايز اقول الاراده والعزيمه موجوده. صح. كان بعض الصحابه مدمنين للخمر واول ما نزل التحريم خلاص فاجتنبوها، يبقى فاجتنبوها، ما هي دي تقوى الله بقى، هو حاسس بربنا في قلبه. ايوه. واحساسك من ربنا وقربك لربنا ومعيتك لربنا تستطيع ان تتغلب على الصحاب مهما كانت الشهوه يعني او الامر يعني، لا تستطيع وقادر، وتبكر ربنا وتدعي ربنا واخلاصك ومحاولاتك ان شاء الله باذن الله ربنا يجعلك ان شاء الله تمتنع عن التدخين كده. احنا قلنا صيام العوام. ايوه. هناخد اتصال ونكمل بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. انا بس كنت عايزه اسال الشيخ على حاجه. اتفضلي حبيبتي. انا جدتي متوفيه، فهي على طول بتيجي بالاحلام لوالدتي ان هي عايزه تاكل محشي، والحلم التاني ان هي بتقول لوالدتي انا عايزاكي تشطفيني هي وسلفتها. يعني تعمل ايه؟ معلش التانيه. نعم. تعمل ايه في الحلم التاني؟ هو الحلم الاول اللي هي عايزه تاكل محشي. عايزه تاكل. اه طيب. عرفنا المحشي الحمد لله خلاص. المحشي ده يعني اتفضل. التاني بقى. والحلم التاني اللي هي عايزه والدتي وسلفتها يشطفوها، ودي بتيجي في باستمرار وبتبقى قلع هدومها كلها. طيب يا حبيبتي اسمعيني. شكرا جزيلا. معانا اتصل تاني يا جماعه. ممكن تعالى صوتي انا مستمع حاجه. طيب انا رد عليها. المحشي. طبعا اكله المصريين كلها. طبعا حبيب الملايين. أيوة. المحشي ده الحقيقه. أيوة. يعني بالذات في الشتاء. ايوه صحيح. طبعا يعني حيد مساله الاكل ده، وانت تصدق يعني يخرجوا صدقه لها يعني. في ناس بتقول الصدقه على الميت حرام. ده كلام تهريج. في ناس كتيرة بتقول الصدقة على الميت حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعاء بس. ليه؟ طب ما يعني حضرتك بس رد. حاضر. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث. هو دعوة هؤلاء يقول لك انقطع عمله هو. عمله أيوه عمله هو. اصبر أنا جاي دلوقتي. أيوه. إلا مثلا صدقة جارية. صح؟ وعلم ينتفع به. طب وولد ايه؟ صالح يدعو. طب الولد ده عمله؟ ولا مش هو بقى يجاوب؟ عمله ولا مش عمله؟ لو قال عمله يبقى انت نقضت كلامك. لو قال عمله وبعدين النبي قال الولد من كسب ابيه. الولد من كسب أبيه. صحيح. وبنص الحديث ان هو الولد عمله. يبقى ما تجيش تقول اولا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من لم يصم صام عنه وليه. ولم يزكي زكى عنه وليه، ومن لم يحج حج عنه وليه. طيب الله فين احنا لم نطلع على هذه الاحاديث مثلا. الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش انا انوب عن حد فيها الصلاه.
الصلاة ما ينفعش أصلي. إنما لو مثلا حد والده أو قريبه ما طلعش الزكاة وهو عايز يطلعها عنه ما صامش يصوم حج كل ده إن شاء الله يصل. إن كانت الفريضة ينفع فما بالك النافلة؟ صحيح. ما هو أيسر، يعني ممكن أتصدق وأزكي وأعمل كل حاجة للميت أيا كان، بس إلا الصلاة. إلا الصلاة، نعم الصلاة ما ينفعش. طيب احنا اتكلمنا عن انواع الصيام، واتكلمنا عن صيام العوام، نعم، اللي هو الامتناع عن الطعام والشراب، نعم. عايزين نعرف بقى الانواع الثانيه. صيام الخواص، خواص الخواص، صيام الخواص ده اللي بيصوم بجوارحه، صايم واخد باله من الفرائض ربنا سبحانه وتعالى، بيأدي الفرائض، بيأدي التراويح، وبيجمع حسنات، تمام كده. المرحله الاعلى بقى مرحلة المعية مع الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، معايشة لذة العبادة والطاعة. الذي يستمتع بالصيام مش تعبان من جوع العطش، لا. لذلك حضرتك لما أنا قلت لك من شوية النبي كان بيواصل صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا ليه بيواصل؟ النبي مش لاقي وقت، مش عايز يضيع وقت في الأكل والشرب، هو في معية ربه سبحانه وتعالى، هو مش عايز يضيع وقت في الأكل والشرب، فهو في معية ربه ليل نهار سبحانه وتعالى. يبقى هنا في أمر مهم جدا يا أستاذة أميرة، ويمكن ربنا هو اللي بيسوق الخير على ألسنتنا احنا، ما فيش حاجة خالص. صحيح. يبقى احنا بنوجه نقول ايه الناس بقى اللي ايه بتضيع نهار رمضان، يا إما نايم بالعافية، بينام نفسه بالعافية، أيوة، أو قدام المسلسلات والأفلام وال صحيح. وبعدين دايما يجيبوا الافلام القديمه واللي فيها رقص وفيها بالايه في رمضان، يقول لك ايه نسلي صيامنا، ايه المسلسلات بقت كلها رقص صحيح، يقول لك نسلي صيامنا، وبعدين المسلسلات تجيبها بالليل ويقعدوها بالنهار. طب ينفع تسلي صيامك بايه؟ صحيح. هو ربنا فرض عليك الصيام عشان تتسلى بالمعصيه؟ طب انا بقى كده هاخد من كلام حضرتك في صيام بقى الجوارح. ايوه تمام. منها اللي انا بشوف، فهو بيقعد او هي بتقعد قدام التلفزيون بتشوف حد بيقول كلمه مش كويسه، طبعا بنشوف مشاهد ما ينفعش نشوفها في رمضان، فهو ما صامش بعينه. ايوه. ولا والنظره، النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ النظره سهم مسموم من سهام ابليس. سهم، السهم بيضرب في القلب، فكيف اذا ضرب سهم في القلب وكان مسموما؟ هيسمم ايه؟ هيسمم كل جسد طبعا. اذا يبقى النظرة لا تنتهي بانتهائها. لا، ده الشيطان بياخدها ويشتغل بيها. لذلك ربنا ايه دعانا لغض البصر، اقول من يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم. والعلماء قالوا ان النظرة بريد الزنا، بريد الزنا، هي الخطوة الاولى، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء الى اخر. فلا نستهين بالنظره. صحيح. لا نستهين بالنظره، ولا سيما وانت صائم. خلي بالكوا النظره دي بتهد الصيام، بتمرض القلوب، بتضيع الايمان. صحيح. انت اوعى تستهتر بقعدتك قدام المسلسلات والافلام، ولا سيما في ولا بالنهار ولا بالليل، بس بالنهار اكتر انت صائم. صحيح. وبعدين برضو رمضان بالنهار بس ولا بالنهار وبالليل؟ شهر رمضان يا استاذه اميره، هل النهار فقط ولا النهار والليل؟ نهار وبالليل طبعا. بعض الناس فاكره ان هو رمضان بالنهار بس، المغرب اذن خلاص يجيب السجاره ويغتابوا، ده احنا يا عم طول النهار ماسكين نفسنا. صحيح. خلينا بقى نعيش حياه. لا صحيح، ما ينفعش. لا، ما هي كمان خليني اقول الغيبه. الغيبه، نعم. يعني الغيبه الناس كلها بتبقى قاعده. ايوه. وخصوصا لما بيكون سيدات، يعني احنا دايما بنحب نتكلم كتير، فاحنا بنبقى قاعدين، فدي مثلا بتقول ده فلانه كذا، والتانيه تقول فلانه كذا، او واحد يشوف حد ماشي قدامه يشتم، فعمالين يجيبوا غيبه غيبه، مش عارفين ان ده بيفسد الصيام. يا ايها الذين امنوا لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. صحيح. يعني الذي يغتاب كأنه يأكل لحم أخيه ميتا. هل حد يطيق أن يأكل من لحم أخيه الميت؟ من لحم إيه؟ أخيه وميت. فالأمر مستصعب جدا ومستثقل
جدا. فشوفوا التشبيه ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان يعسل ويحلي ويزين الحرام، يخلي كده الناس قاعدة ويستمليحوا الغيبة ويضحكوا عليها ويشجعوها. إنما أنت كده ده الغيبة دي بتحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. لا إله إلا الله. طب أنا قاعدة في مجلس السيدات أو رجل قاعد في مجلس رجال واتكلموا على حد وإحنا في شهر رمضان أو غيره، نعم، يعمل إيه؟ اللي هو بيسمع؟ آه مهم جدا. إياك ثم إياك أن تضحك، أن أنت تضحك أو تبتسم، أو أنت كده مشارك في الإثم. مشارك في الإيه؟ في الإثم. وأزيد وأقول لازم تنهى عن المنكر، لازم دورك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما بقولكش يمسك شومة وكسر، لكن تأمر بالكلمة الطيبة، يا ابتسامة طيبة، يا أخي اتق الله، احنا ناقصين، ده احنا في رمضان، حتى لو مش في رمضان يا عم، بس ده احنا ما كلنا عيوب. في ناس بتتضايق قوي لما حد بيقول لها كده، يعني يقول له انت هتعمل نفسك فيها حاج وهتعمل فيها يعني عفوا شيخ وكلنا. أيوة نعم. انت هتعمل فيها بتاع ربنا. أيوة. احنا اللي كفره واحنا اللي مش عارف ويكبر، عايزه يكمل في المعصيه مش عارفه ليه. ما دي ضريبة الأجر والمثوبة بقى، خليهم يقولوا ما دي ضريبة. ما أنا يعني مش النبي أوزي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعاء من خلفي صلى الله عليه وسلم، ده طبيعي. فأنا لازم أقول وكله بحسناته. أنت صحيح. بتشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى، لك الأجر والمثوبة، لكن ده ما يمنعكش عن النصيحة. تصر على النصيحة. طيب لو هو أصر أن لازم يكمل، أنا ما أعودش، امشي واسيب المجلس. ليه بقى يا استاذ امين؟ لاني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. العلماء قالوا شرط تغيير المنكر بالقلب، قالوا ايه؟ جمله حلوه قوي، ان لم يزل المنكر فزل انت. ما ينفعش تبقى مع المنكر. صحيح. حتى إن تنزل عليهم سخط الله فلا يدرك معهم. طيب قام وساب المجلس، بس هو سمع كلام، فإيه كفارة القيام من المجلس اللي كان فيه غيبة؟ طبعا كفارة كل مجلس، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله أنت نستغفرك ونتوب إليك. ده كفارة أي مجلس، سواء في غيبة أو مفيش غيبة. لأن الواحد برضو ممكن مجلس ما يكونش فيه غيبة، لكن ممكن يكون فيه لغو أو لهو أو صحيح. فالواحد لما يدعي ربنا ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك مهم أوي أن الواحد يخلي لسانه ما بين الكلام والكلام في ذكر الله، في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة، ودي من أجمل الحاجات اللي أنا يعني قرأتها، بيقول كان الصحابة يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد. النبي هو بيكلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب. هل النبي كان بيغتاب؟ ما كانش بيغتاب صلى الله عليه وسلم، إنما شوف بيرجع لربنا ويستغفر ربنا ويتوب. طب إحنا بقى نعمل إيه؟ إذن فأولى بنا وأحرى بنا ان احنا نكسر، نخلي كلامنا مبقاش كده بدون ذكر الله. صحيح. هيبقى كلام جامد وجاف. صحيح. يبقى نكسر من ذكر الله سبحانه وتعالى، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من سبحان الله، من الحمد لله. دي اولا هتنزل الملائكة، هتجيب الرحمة، هتجيب البركة، هتطرد الشياطين. صحيح صحيح. طيب هاخد اتصال وارجع لاخر جريحة وهي اليد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. لو سمحتي، ابي متوفي بقاله 7 سنين. تمام. ولما بيجي لي وبيجي لامه واخواتي بيبقى عايز ياكل. نفس ال واني انا متزوجه وعندي بنتين وبحلم ببرايس. بجرايد؟ ببرايس. جرايد جونا. جرايد. طيب بس كده، الف شكر. شكرا جزيلا. يعني هناخد اتصال تاني. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. معانا الاتصال التاني.
طيب طيب هي بتشوف على طول هي نفس الكلام بتاكل وبتقرا؟ اي حد يشوف حد بياكل يبقى ايه يتصدق له ان شاء الله بنيه ان ربنا يجعل الصدقه دي. وفي الشق الثاني من الرؤيه للاخت الاولانيه ان هي بتبقى عايزه حد يشطفها وتبقى من غير هدوم، ده شيء مش كويس. يعني شيء مش كويس، فلان الانسان لما يلاقي نفسه مش لابس حاجه او ده يدل ان هو في ضعف في دينه. لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الثوب بالدين. يعني لان كان في رؤيه صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابه شافوا سيدنا عمر عليه قميص يجره، فالنبي قال هذا الدين. يبقى اذا فالحاجه دي يدعو لها، يدعون لها ويستغفرون لها ويحاولوا يكسروا من الدعاء لها، عسى ان ربنا ان شاء الله يغفر له ويرحمه. دي المكالمه الاولانيه. المكالمه الثانيه ام فاطمه بتقول اللي هي برضه بتاكل حد متوفي وكمان بتقرا جرايد على طول. مين هي اللي بتقرا جرايد؟ المتوفاه؟ لا هي اللي بتقرا جرايد. هي اللي بتقرا جرايد؟ يعني هقول رساله لكثره العلم والاطلاع، يعني يعني انت حاولي تقري وتطلعي خاصه فيما يخص الدين، يعني تعاليم الدين. فاعلم انه لا اله الا هو. فعلا احنا مقصرين في تعليم امور ديننا خاصه وفي بقيه العلوم عامه. طيب ربنا يبارك في حضرتك. هناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اتواصل مع الشيخ لو سمحتي. اتفضلي. لو سمحتي انا في سؤالين. السؤال الاولاني لو في مشكله وبذكر يعني في حلها بذكر انسان معين وبجيب كتابه دي غبي زي ونميمه. والسؤال الثاني انا مريضه السكر وضغط، فاثناء الصيام ببقى دايخه وعايزه انام. يعني معظم وقت الصيام ببقى نايمه دايخه مش قادره، فهل الصيام ده صحيح ولا مش صحيح؟ طيب حضرتك عايز تسألها في حاجة تانية؟ لا خلاص. شكرا جزيلا، هنرد عليك. شكرا. طيب هي أول حاجة هنجاوب بس الأول على السكر، لأن ده حاجة هي عندها سكر لا مفيش مشكلة خالص بالدوخ. يعني هي بص حضرتك أي أمر يتعلق بالمرض يبقى مرده إلى الطبيب المسلم، فتوى ترجع له. بمعنى إيه؟ هو الأدرى بالحال. ربنا اللي فاسأله أهل الذكر كنت أهل الذكر في المسألة دي الطبيب. صحيح. بمعنى الطبيب يقول لها تصومي أو يقول لها تفطري، وإحنا كافش الناحية الشرعية نقول له أمين. لأنه أهل الذكر. صحيح. هو أهل الذكر. يبقى هنا إذا الطبيب قال لها إن الصيام في ضرر عليكي ولازم تفطري، إذا تفطري. وإن كان المرض مرض حاجه من اثنين، اما مرض مزمن لا يرجى شفائه، بيقولوا لا يرجى برؤه بيسموه كده، او مرض عارض يرجى شفائه. المرض اذا كان مرض مزمن خلاص ما فيهوش ايه، ما بنعدش الايام، انما بنطعم عن كل يوم مسكين. اما اذا كان مرض يرجى شفائه بنطعم عن كل بنصومه نعيد الايام بعد كده لما ربنا يشفينا نعيد الايه الايام تاني. تمام كده. يبقى احنا كده عرفنا ان هي ايه تعمل ايه فيما يخص الايه. طيب السؤال الثاني اللي هي في مشكلة معينة وبتجيب سيرة أشخاص في المشكلة دي بتحكي المشكلة. ده مهم جدا. موضوع بقى الفضفضة والكلام ده مشكلة كبيرة جدا، لأن الأغلبية بيقعوا في الغيبة فعلا وبيقعوا في النميمة. هنا قالوا الغيبة تجوز في بعض الأمور زي المظلوم في شكايته. لو أنا رايح بحكي القاضي من الضرر وقع عليا عشان يحكم بيني، أو بحكي لعالم عشان بستفتيه، أو مثلا بستشير بتستشير زوجها أو بتستشير واحدة تراها ذات حكمة وذات منطق وبتحكي ليها القصة بالعدل وبالحياد لأخذ المشورة. إذا كان في هدف شرعي ماشي، إنما لمجرد الفضفضة وإن أنا عايزة أريح نفسي وأطلع اللي في سن وأقول الكلام لا طبعا لا لا. يبقى النية هنا عليها عامل مهم جدا، او هي بتتكلم تتحرى بقى الكلام، يعني مش ما تجميش الناس بالباطل. نعم، وزي ما بقول لازم يكون في حكمه. يعني انت بتشتكي لحد، هل بتقولي لحد عشان تستفسري منه؟ واحده ذات حكمه مثلا او عالم او بتستفتيه، ان كان في هدف ماشي، ما فيش هدف لا يبقى نمسك نفسنا ونشتكي الى الله ونعم بالله سبحانه وتعالى. طيب هناخد ام نوره. السلام عليكم. معلش انا اسفه اللي طولنا عليه فصل. طيب ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ام محمود. لو سمحت عندي سؤال. انا هستأذن حضرتك تعلي صوتك شوية. لو سمحت يا شيخ، انا ابني مقدم في وظيفة، هل يجوز اقدم يوم لله بنية ان ربنا يكرمه يعني؟ هل يجوز؟ انا ما سمعتش حاجة، هل يجوز ايه؟ هل يجوز اقيم يوم لله؟ عشان ان ربنا يكرمه ويوفق في الوظيفة دي؟ ده السؤال الأول. يا حاجة التاني؟ السؤال الثاني، بنتي بتسافر الخليج، بيبعت لها هدايا زي لبس لها خاص، يعني لبس ليها وبرفانات والكلام ده، هي بتديني ما بتقدروش. زوجها بيديها هدايا ليها. زوجها بيبعت لها هدوم ليها. هدوم ليها، تمام. يعني خاصة لها هي. تمام. وبرفانات والكلام ده، هي بتديني منهم كهدية ليا يعني. نعم. هل يجوز لي أخذ منه ولا حرام؟ نعم. حاضر يا اختي، شكرا جزيلا، هنرد على حضرتك. طيب هي زي تقريبا عامله نذر لابنها اللي هي تصوم له يوم. لا مش عامله نذر، النذر ده قصه ثانيه. هي بتقول ان انا لو ينفع اصوم. هو في ابنها هيقدم في وظيفه، فيجوز طبعا ان نتقرب الى الله بطاعه الله، وبعدين الصائم دعوته مستجابه، فده شيء جميل. ايوه لازم، يعني ده شيء طيب جدا ان انا اتقرب الى الله بطاعه الله عز وجل، بصيام، بقيام ليل. واحد مسافر فبيدعي دعوه. نعم، الدعاء ان شاء الله مستجاب، ربنا يتقبل منك يا رب العالمين. طيب بنتها جوزها بيجيب لها هدوم من بره. نعم. وهي بتديها منها او برفان معين وبتديها منه. والله لو الزوج اخبره ايه، هل هو من نفس السمحه اللي هو براحتها، ولا الامر، وهل هي الامر بالنسبه لها كل فين وفين في حاجات بسيطه، ولا امر دائم فبيرهق زوجها وبيحمله اعباء. طب بس لازم هي تقول لجوزها ولا لا؟ يعني الافضل ان هي لو هي الامر بصفه دائمه او بصفه كثيره، طبعا الاولى ان هي تاخد اذن زوجها، وتاخده بصفه ايه، يعني تخليها ذكيه بصفه العموم. يعني هي لو هتحرق دول، يعني انا لو حد من حبايبي او قرايبي جيت اديته حاجه، ما انت عندك مشكله، لان قد تجد حرج في ذكر امها يعني. وتشوف رايه ايه يعني. وان شاء الله ربنا يكرمه ويسمح ذلك. واحيي الام اللي ما شاء الله هي بتخاف ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يجزيها خير يا رب العالمين. طيب يعني انا بس اختلط عليا الامر، هو ايه الفرق بين الصيام اللي انا ممكن اصوم لحد، أيوة، او اللي انا اعمل نذر اللي انا، أيوة، اصوم لحد؟ جميل. ايه هو النذر؟ ايه هو النذر؟ النذر ده تعريفه قال ان توجب على نفسك ما ليس بواجب، غير التطوع. يعني حاجه ما كانتش واجب عليك انت اوجبتها على نفسك. يعني لما اقول لله علي ان اصوم كذا، ما ينفعش ما اصومش. انما لو انا اصوم تطوعا كده وجي حصل حاجه ما اصومتش، مفيش مشكله. انما لو نذرت لله علي مثلا ان ربنا كرمني بكذا، هذبح مثلا كبش مثلا، فرض واجب خلاص، ما ينفعش في رقبتك. في ايه؟ في رقبتك. فالنذر ده بقى اصبح واجب، غير التطوع. انا بتقول انا اصوم ماشي، عايز تصوم حاجه تقرب تطوعا. انما لو دخلنا في النذر، دخلنا في حكم تاني. طب النذر هل بيكون بالنيه ولا انا اتكلم اقول بتكلم؟ انا بتكلم. طبعا. ما هو موهب بالنيه. بس انا دلوقتي مثلا يعني النذر ده انا مكتبه عشان ما انساهوش. يعني انزل حاجه وخاصه لسه هتحصل بعد فتره، بخاف لان ده واجب، فبكتبه بايده عليا لان ده فرض. صحيح. زي اللي بيكتب الزكاه، وادرك عشان ما ينساهاش. صحيح. فالنذر النيه محلها القلب، ليس شرطا ان يقول. لكن ان قال تاكيدا لنفسي او كتب تاكيدا على نفسي حتى لا ينسى، فلا شيء في ذلك. طيب النذر ده بيكون صوم وصلاه، او يعني في ناس بتقول انا هعمل نذر ان انا اجيب مثلا حاجه لحد، او لا حاجه لحد، او في بعض المفاهيم عندنا الخاطئه يروح يعني يعمل نذر عند اهل البيت. وما اعرفش ايه مدى صحه ده، بس في ناس كتيره بتعمل كده.
فالنذر ده بيبقى ايه حدوده؟ ايه اللي انا ممكن اقول انا هعمل نذر فيه؟ لا هو ده خطا عقدي. النذر بكل الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. النذر كل الله. التوكل يكون على الله، الاستغاثه. لا ده في مسائل وهم اهلنا طيبين مش فاهمين. فانت ربنا كرمك جبت المثال ده عشان نفهم الناس اللي مش واخده بالها. صحيح. اللي بيروحوا للاموات وبتكون مثلا ما بتخلفش وفاكره ان هي لما تتقرب الى صاحب الضريح ده ان هو هيكون لا انا بساله سؤال بسيط قوي، يعني هذا الميت مهما بلغ من القرب من الله مهما بلغ، هل يملك لنفسه هو نفع او ضر؟ ابدا. فكيف يملك للحي؟ ان كان لا يملك لنفسه هو نفع او ضر فكيف يملك؟ وبعدين احنا اسلامنا عظيم. صحيح. ربنا ربطنا بيه. ربطنا يعني الايه ربنا ذكرنا بيها وإذا سألك عبادي عني فإني ما قالش يا محمد صلى الله عليه وسلم كي يبين أنه لا واسطة بين العبد وربه. فأنت ليه تبعد؟ ليه تجعل واسطة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ فالنذر لغير الله حرام. والطواف والتمسح بالحديد يا أخوانا المشاهد دي بعض الأجانب بيصوروها يقولك أدي الإسلام وثنية ويعودوا بيعبود الحديد، لا غلط. فإحنا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوكل وبالنذر وبالدعاء وبالقرب لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طيب جريحة اليد. الناس بتقول أنا بصلي في رمضان وبدي عشان هو شهر رحمة والجنة بتبقى مفتوحة وربنا بيتقبل الدعاء. بس في منهم اللي بيرفع إيده ربنا عز وجل ويكون خد حاجة مش حقه ويكون مد إيده على مال حرام. أيوة نعم. ومدش حقوق الناس. نعم. وفي الآخر يرفع إيده ربنا وعايز ربنا يستجيب له. يا استاذ امير هذا يعني امور عجيبه بتحصل في الناس التي اعتادت على الرشوه. الرشوه او الرشوه اعتادوا عليها، منهم اللي يجي بالنهار ما ياخدش ويخلي اتفاقاته بالليل، كان بالليل ده مش رمضان. بالليل خلاص بقى الحرام جائز ومباح. ايه الفهم ده؟ انت صحيح. جبت الفهم ده منين؟ ده الرشوه دي حرام في رمضان وفي غير رمضان. طبعا هي في رمضان اشد حرمه. فهو طبعا في اللي بياخد بالنهار وبيحل بقى النفس ويقول لك انا هعمل ايه؟ والدنيا كلها كده وانا عيالي هتموت، ويبرر بقى. أيوة. الشماعات. في ناس تقول لك انا لو ما عملتش كده ولادي هيموتوا من الجوع. والقصه ما بتبقاش كده على فكره. القصه بتبقى شاليهات وفلوس في البنك ومستوى تاني. لا 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 ما تبقاش كده. صحيح. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما امنا عائشه بتقول، والواحد مهما قال الحديث دي كتير، كل ما الواحد بيقراها وتدبرها بيحس ان احنا في رفاهيه ملهاش. يعني عائشه بتكلم عبد الله بن الزبير ابن اختها، بتقول له كنا نرى ثلاثه اهل، نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهرين لا يوقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. مفيش طبيخ، مفيش حاجه بتوقد بالنار. فبيقول فما كان يعيشكم يا خاله، انتوا كنتوا عايشين على ايه؟ قالت الاسودان، التمر والماء. مش احمد انا هنتكلم يعني عن الواقع دلوقتي، ما حدش دلوقتي هيعيش على التمر والميه بتفكيرنا، واحنا يعني مش ما حدش بيقول لنا الدين بشكل صحيح في واحنا في المدرسه او كده واحنا صغيرين يعني. فاحنا بنقول لا ما هو كده هيموتوا من الجوع، لا ده كده مش هيبقوا زي غيرهم، لا طب انا لو مت هسيب لهم ايه؟ ما انا لازم ما ياخد وربنا هيغفر. انا هقول له حاجه. انت يا حبيبي اخترت الدنيا ولا الاخره؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انت عمالي بتتحجج بيهم دولا يوم الايام هيقولوا ايه؟ نفسي نفسي ولا ولا هينادوا عليك ولا يقولوا يا رب معلش ده كان ابونا؟ هيقولوا نفسي نفسي. صح ربنا لوحده. وفي من الاحاديث الموجعه قوي والله بتوجع القلب قوي، حديث صحيح ان سيدنا ابو بكر سيدنا عمر خرجوا بالليل في ساعه متاخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه بيقول ما الذي اخرجكم من هذه الساعه؟ فابو بكر وعمر فقال الجوع يا رسول الله. والصدمه اللي جايه والمفاجاه الموجعه قوي، النبي يقول لهم وانا والذي نفسي بيده ما اخرجني
إلا الذي أخرجكما. هل تتصوروا يا مسلمين أن رسول الله خير خلق الله وأحب خلق الله إلى الله يخرج من بيته مش لاقي ما يسد به الرمق؟ أنتم متخيلين يا مسلمين؟ طيب إحنا بقى بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في إيه؟ طب ما أنا جوع، طب ما أنا أربي عيالي إن سبحان اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. يعني الرزق بإيد ربنا يا شيخ. طبعا محدش يقول أنا رزقي عند فلان ولا أخد من فلان. أيوه الرضا القناعة يا أستاذ أمين. صحيح. القناعة هو ده الحل. صحيح. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يعني هارون الرشيد اللي كان ينظر إلى السحابة ويقول لها أمطري حيث شئت أن تمطري فسوف يأتيني خراجك إن شاء الله، أجيلي خراج الخير بتاعك أجيلي. لما جه بيموت هارون الرشيد قال له احملوني حتى أرى قبري، فحملوه فنظر إلى قبري ثم نظر إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. لا إله إلا الله. لازم تبكينا يا شيخ احمد في اخر الحلقه. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يحفظك. طيب انا يعني احلى ختام حضرتك ختمته بكلماتك الطيبه ودايما بتشرفنا. ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك ويوفقك دايما. اللهم امين. بشكرك شكرا جزيلا شيخ احمد. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. كان معنا شيخنا الجليل الشيخ احمد الجهيني من علماء الازهر الشريف. في اخر الحلقه هاخد من كلام حضرتك يا شيخ. اتكلمنا عن الصيام والقبر واحنا قدام ربنا لوحدنا يوم القيامه. كان في حد كان بيعصي ربنا كتير قوي وكان معروف في اهل بلده اللي هو فاسق، فجأة أجله فقبل ما يقبض قال لامه اوعي تسيبيني في القبر قبل ما تشوفي ايه، يعني خليكي جنب القبر لغايه لما تشوفي فيا ايه. فالناس كلها مشي وبعد ما دفن وقعدت جنبه فقعدت تعيط وقعدت طول الليل وفي الاخر سابته ومشيت. فقوم قالوا لها هو انت مشيتي وسبتيه انت كنت قاعده؟ قالت اه هو كان قايل لي ما تمشيش غير لما تشوفي فيا ايه. تخيلوا لها ايه؟ قال لها خلاص يا امي لقيت ربنا اكرم الاكرمين، ربنا عز وجل اكرمه بالجنه. ليه؟ رحمه بعمل صالح واحد كان بيعمله، لعله يكون صيام حد فينا، لعله يكون صدقة أو زكاة أو ذكر أو صلاة. اوعوا تقطعوا صلتكم بالمولى عز وجل. الصلاة الصلاة الصلاة. وربنا يبلغنا شعبان ورمضان، ويا رب أمة الإسلام كلها تكون بخير دايما واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.